من يعرف مفسدات الصوت؟ أين المفطران؟ من يعرف؟ المفطران من هو؟ ما تعرفه؟ قلب تأتي بمفسد وتغير المفسد الفارغ، صحيح أم لا؟ هو صحيح. ما هي مفسدات الصيام؟ من يعرف مفسدات الصيام؟ بقي نفسه؟ الصوم؟ ما هو مفسدات؟ أكل 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 أكل. من يعرف مفسدات الصيام؟ قال بقي ما تعرف؟ ما أسأل. نعم، الأول فتح واحد. يقول أول مسلم الردة عن الإسلام، لأن الردة ردة وفعل الأعمال، هذا أفضل ما يكون في الصيام. كيف؟ سب الرب، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الصلاة، يضرب على الوضوء، يبتدي الكلام. الآن الناس قدروا، الناس انقسموا في الاستعداد إلى رمضان إلى قسمين، قسم يستعد بالطاعة والنشاط والاجتهاد ودراسة الفقه والصيام، وقسم من سنين يجهز له تبديليات كفرية حتى تكفر كفر أكبر من هذا الله، وهو صيام الباطل، صدق الله، صحيح؟ بالله دورة واحد يمثل أمة كل وقت أم المؤمنين. رجل يمثل دور إبليس وأبو جهل، فهذا أبو جهل يسب الرب، يا رجل يسب الرب، يحلف بالله وبالعزى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التبليغ ثلاثة جدهن جن وغزلهن جن منها ردة، فهو يجعل تتفرع هذه التمثيليات الكفرية حتى تسقط الأرض. كيف؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا من غير إنهم إلى منهم. نعم، انت لا ممكن تتفرج على كفر وتسكت، سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالله العزه يسب الصلاه، صح؟ وقال الكفريات الاسلاميه، برامج اسلاميه، نعم، الكفريه هو افضل يا اخوان. اول ما بدا مثلا من عين، ثم بعد الصحابة سبع الصحابة، ثم دبار الصحابة، ثم بعد الأنبياء، ثم كل الأنبياء أفضل صلى الله عليه وسلم، ثم أثر الملائكة، ثم أثر رب العزة الله. الله نبدأ صلى الله عليه وسلم، ما أسمع حد في الحال ما يمكن تتفرج على هذه الأشياء. تتفرج على كل مكان لا، التبريات التي فيها رزق وغلول وغيمة وكذا هل ترى ما عنده إشكالية؟ لا، الإشكال في هذا سيكبر. إذن أهم نعمل أبدا الشيخ الرد رد لكل الأعمال، هذا أهم نعمل عندنا، رد رد لكل الأعمال. نعم، الثاني الأكل والشرب بدون قيد عمدا لو أكل وشرب نازل، صيام صحيح في الفرض أو في النذر، في الفرض أو في النذر. طيب شرب ماء في نهار رمضان أفضل أم ما أحد يذكر متعمد أفضل شرب سم في نهار رمضان مرة غشرة سم أفضل متعمد نعم
الكرة كبر. لا أعرفه بس وعليه. عارفه شيء اسمه بنزين. بنزين يا عمر. كلما تعمدت متعمدا فتح الله عليك اول اخذ بلاستيك. هذا بلاستيك اخذ بتاع بلاستيك كل ما دخل في الجوف اخر. تمام. السؤال الجديد حين اخذ بلاستيك اخذ خنزير. هذا يكون معك بلاستيك مجنون. لا لا هو مجنون هو ياخذ بلاستيك. نعم نعم افضل. طيب وضع قطره قطره في عين قطره في عين. يا اخوان هذا يعرف لا جوف ولا معده. افضل وجد اثر هذه القطره والمراره في عين. افضل عندما وضع القطره وضع وجد المراره في عين لم يخطئ. لأنك لا تسمع إنسان يا يشرب من عيني عندما يشرب يا ما في عين. صحيح هذا اللي هو الأفضل ما يعلم من أين يشرب الإنسان. نعم نعم قطرة في عين الفاطر. لا الحمد لله. طيب تعالوا نعم الله يعافيك الله يعافيك قطرة في عين. طيب اضرب من اجل تسكين الالم. قل دليل لا طعام لا شراب لا وقت. تمام. مغذي سيروم افضل لان يقل مقام الطعام والشراب. تمام. طيب الله يكرمك. إذا الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب بنزين خمر خنزير بلاستيك. الإبر إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب مفضل إلا ما لا تفضل قطرة في العين غير مفضل. فتح الله عليك. إذا من يعرف دين مسلم مفسدة السيارة عند الإمام نعم الجماع الجماع نعم. طيب في عمر نعم وأيضا استمناء لكن لو احترم ومنى صيام صحيح. طيب غير من الفقراء قال الردة وطرق الأعمال والأكل والشرب عمدا والجماع والاستمناء. نعم قول الزور قول الزور قول الزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدع قول الزور والعمل به فليس الا حاجه بين الطعام والشراب. الامام احمد رحمه الله شرع المال. هل هذا من المفطرات؟ هذا لو كان من المفطرات لم يبقى لنفسه. أو أزواج عند الناس في مرات خاصة. إمام المسجد أضع والتراويح فيه كذا والمسجد فيه كذا وجماعة المسجد وكذا. لو كان هذا من المفطرات لم يبقى المسجد. يقول الإمام أحمد هذا يعني هذا يقول الإمام أحمد المرأة بل هو ما يسمع هذا لكن الناس اليوم يسمع هذا صح ولا كثير جدا في أوروبا كلام الدنيا والطيبة والنميمة وشهادة الزور والعمل به يضرب مشاهدة الفعل قنوات وما سحب الله من جرى. إذا هذا ليس من الفقراء لكن هذا هو مستسيا. إذا الردة والأكل والشرب عنده والجماع والاستمناء غير من الفقراء. أفضل الحاجم والمحجوم. الحجامة إذا احتجم وصار أفضل غير فطاح مكان الخير عنده أدخل إسرع بكثير استقاء عنده دعمه إلى أفضل خارج بهذا. يا أتكلم أنا ولا تتكلم؟ من؟ الحجامة. أنا ما أسمع شيء.
إلا بعد الموت. ما يستغرب أنتم ولا؟ نعم. أكيد. أو. الآن أستغرب. نعم. آخر شيء لكم أنتم ولا؟ آخر شيء لكم بعد الحياة. من المنظر. أي منظر. لو أدخل أسبوع فيه فاستقام. أفضل. خارج لهذا ما لو مر الطريق مثل ورثه وخرج ما في بطنه فهذا سيار صحيح. اجلس. رأي من المفطرات. نزول دم الحيض والنفاس. نزول دم الحيض والنفاس. كذلك الأخير قطع النيل. نوى البدر في هذا الوقت أفضل وإن لم يكن. قال ما أصدق مفهوم؟ طيب من يعيد لي هذه المفطرات؟ سبعة ذهاب العقل بعد النظر ذهاب العقل إن شاء الله الآن يدخل العقل ذهاب من يذكر لي المفطرات الأخرى؟ معنى السبع لكن سمعت الرجل الرجل الله يعرف مفطر كل الأعمال وهذا أهم ناقل نعم الثاني نعم الثانية الجماع الآن التفسير عمده الجماع والاستمناء الحيض والنفاس والحدود لما يضع النفاس الطاي عمده الحجامة قطع النيل فتح الله عليك من يعيد الله نعم استنشاء الظهور عمده أسمع أنا أسمع عنده بعد الظهور من يعيد لي هذا النواب كيف أسمع إذا ما بسم الله الردة الأكل والشرب الأكل والشرب عنده الجماع والاستمناء الجماع والاستمناء والقيء عنده والقيء عنده والحجامة الحجامة والنزول دم الحيض والنفاس وانقطاع المنية وقطع النيل نعم قطار السلك نعم الشرب الأول الردة الثاني الأكل والشرب وما جرى بين الأكل والشرب وما يكون مقام الطعام والشراب أبي أبو هدي حجامة الحيض والنزول من حيض النفاس الجماع الاستمناء قواني الله تعالى تعالى شيء الأول الإيتاء ما في بطل الأعمى الأكل والشرب الأكل والشرب عنه نزول دم الحيض والنفاس نوى قطع النيل الجماع الاستمناء الحجام البيع عند الذكر فتح الله هذا العلم اضبطه بعدين اي ناقل غير هذه الناقل ليس بها التغير في هذا الوقت غير ناقل قبل العلم غير ناقل في هذا الوقت القريب غير هذا الاعتزال غير ناقل السباحه غير ناقل الصيام مفهوم وتوم اجبنا عن كل الاسئله الحمد لله طيب